On va apprendre comment lire le son M. Assalamu alaikum. Aliyum s'entallem kifiyat qiraat as-saut M. M-A, ma. Une marmite. Une marmite. في هذه الكلمة لدينا أيضا M-I, mi. M-A-I, mais. M-A-I, mais. لأن A-I تعطي الصوت A. Une maison. Une maison. M-A-U, mot. M-A-U, mot. Comme dans le mot animaux. Animaux. وهو جمع الحيوانات. Le mot. نقصد به وجع ou bien les mots de tête أو جاع الرأس. مثلا mauvais. Mauvais. سيء. M-A-N, man. Comme donne le mot diamant. Un diamant. Le son T ici est muet. Et dans nous, nous avons le harf T fi akhir al-kalima. M-O, mot. M-O, mot. Un moteur. Un moteur. نقصد به محرك. M O N mon. M O mon. Montre. La montre هي الساعة. M O N monstre. Monstre. وحش. إذا هنا لدينا M-O-N مو ولكن بعدها حرف صامت S ينطق مونستر. M-O-U ينطق U. مو. Un mouchoir. Un mouchoir. نقصد به منديل. M-O-I. Moi. سبق لنا أن قمنا بفيديو عن الصوت و وقلنا أن الحرف O-I يعطي الصوت و إذن M متبوعة بو تقرأ مو. Une mémoire. Une mémoire. On dit j'ai une mémoire d'éléphant. Et لدي ذاكرة الفيل وهنا نقصد بها ذاكرة قوية. Une mémoire. M-I-M-I. M-I-M-I. Un miroir. Un miroir. Mirat. M-I-A. Mia. Amiable. Amiable. نقصد ب كلمة amiable الشخص المتحاب أي الصدوق يكون صديق مقرب. إي آ تعطي الصوت يا فتقرأ ميا. أميابل. إم إي أو مي.
L'ami, الفتاة أو البقايا. L'ami. M I O Mio. ميو. إذا أضفنا اليو إن تصبح يون كم دون لو مو كاميون. أن كاميون شاحنة. إذا قلنا أو إي تعطي الصوت و و إي أو تعطي الصوت يو. إم إي أو مي. وإذا أضفنا بعدها صوت ساكن تصبح ي. لو ميل. لو ميل. العسل. أو إي تقرأ و أو إي إن و موا. إذن إم و موا. Comme dans le mot témoin, un témoin ou un shahid. Témoin. M-E, me. Le menu. Le menu. Wa qa'ima ou la'ihat at-ta'am. E-A-U-O. Masbouq b-M tuqra mo. Un chameau ou bien jamais n'a coule des chameaux et donne jamais j'ai mal m on e n tu on m e mon menuisier un menuisier wawa un nageur M U mu la mule la mule al bagl M U mu M U mu la musique la musique M U I mui amuir amuir ça veut dire devenir muet ay anna asbaha samitan amuir M U le mur al ha'at le mur M E E accent aigu le métro le métro et dans le voie al-qatar al-karabai M E accent grave mais مع فتح الصوت A phénomène phénomène ظاهرة double M ده عندما تكون لدينا M مضاعفة فيجب الشد عليها فنقول مثل ici on a le mot somme la somme نقصد بها المجموع La pomme التفاحة مع الشد على الصوت M لأنه مضاعف إذا كانت M متبوعة بحرف صامت مثلا الحرف B فتقرأ مب مب وإذا كانت مسبوقة بA فتصبح أمب مثل كلمة chambre
إذا كان اسم أسبوع بحرف صامت فيكون عليها سكون، لا تكون عليها أي حركة، مثلا مثل كلمة شامبر. حالة أخرى خاصة، M متبوعة بـ ES، إذا ES هنا سيلعب صوت E فتصبح مي، إذا نقول مي وهي تان برونون بوسيسيف، إذا هو هو ضمير يدل على الملكية. مي كومون دي مي ستيلو أي أقلامي. إذا هنا لا نقول مس، لا ننطق الحرف S لأن ES هنا يعطينا الصوت A فتصبح لدينا مي. C'était le cours d'aujourd'hui. كان هذا درسنا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من كيفية قراءة الصوت M متبوع بجميع الحركات لفويل، وأيضا متبوع بالحروف الصامتة لكونسون في وسط الكلمة، أول الكلمة وآخر الكلمة. J'espère que vous avez appris comment lire le son M. أتمنى أن تدعموا القناة باشتراك لايك للفيديو ومشاركته لتعم الفائدة. Merci pour votre attention. À la prochaine. إذن شكرا لحسن تتبعكم وإلى اللقاء لدرس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.